السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الأجواء. إلى العناوين: رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل يستقبل سفير قطر لدى الجزائر. الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن يشرف على افتتاح الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يستعرض مع المدير العام لمنظمة العمل العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. دوليا، منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتشار أوميكرون وخطورته على اللقاحات. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، استقبل السيد صالح كوجيل رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين بمقر مجلس الأمة عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر الذي أدى له زيارة مجاملة. في المستهل للمقابلة هنأ رئيس مجلس الأمة السفير القطري بالعيد الوطني لبلاده المصادف للثامن عشر من شهر ديسمبر من كل سنة، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق المزيد من الرخاء والرفاه، كما تقدم له بالتهنئة على النجاح الذي تشهده بلاده في استضافة كأس العرب في فيفا 2021 وعلى التنظيم الراقي والمشرف الذي يرفع رأس العرب جميعا عاليا. وقد مثل اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقة الثنائية الجزائرية القطرية التي تربط البلدين الشقيقين والعمل من أجل تعزيزها والدفع بها إلى مستويات أرقى، مقاومة مع مساعي وتوجيهات قائدي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأخيه الشيخ تميم بن حمدان آل ثاني أمير دولة قطر. وأكد السفير القطري على استعداد بلاده لدعم أكبر لعلاقاتهما مع الجزائر، كما تم بالمناسبة التطرق للتعاون البرلماني القائم بين الطرفين وأهمية ترقيته لمواكبة الدنماركية التي تميز العلاقات بين حكومتي يقول البلدين، وذلك من خلال تفعيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية. أشرف الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على افتتاح الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. وكان السيد بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير التجارة والترقية الصادرات كمال رزيق وإطارات سامية من القطاع الاقتصادي وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وتجري فعاليات الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. وتم تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الذي تم إلغاؤه السنة الفارطة بسبب جائحة كوفيد-19 من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس تحت شعار استراتيجية قدرة ابتكارية وأداء فعال مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الأسواق الجزائرية. استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، حيث تناول الطرفان المسائل المتعلقة بسبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكذا اللقاء فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الطرفين، لا سيما بخصوص مشاركة وفد ثلاثي الأطراف تحت قيادة الوزير في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2022 والمشاركة في الندوات والورشات التي ستنظم من طرف منظمة العمل العربية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا مشاركة القطاع في تنفيذ جدول أعمال المنظمة لسنتي 2022-2023. أشرف والي ولاية بسكرة بمقر البلدية وبحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية وممثلي المجتمع المدني على تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة. تقرير نجاز صبر.
بناء على القانون 11/10 المؤرخ في 20 رجب 1432، تسير مراسيم تنصيب المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة. أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته على ما قدمه لصالح البلدية ومواطنيها، متمني لهم التوفيق في حياتهم العملية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أتمنى صادق أن يوفق المجلس الشعبي الحالي فيما لم يوفق فيه سابقه، وأن يكون في خدمة البلدية ومواطنيها دون سواه. عن تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة في هذا اليوم الأحد 12/12/2021 على الساعة 5:15، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، بارك الله فيكم. أشكر جميع الحضور، وبدون إطالة ربما تخونني الكلمات في موقع هذا. أشكر كل سكان بسكرة اللي مشاو يوم الانتخاب وانتخبوا يعني على من حبوا. هذا في حد ذاته بالنسبة للجزائر الجديدة، لأنه إحنا كدولة جزائرية عندنا تحديات. سيد الرئيس الجمهورية كان يراهن على الانتخابات، وكان يراهن على تواجد الشعب الكبير. إحنا رانا لحمة واحدة بإذن الله، واللي يعود عنده كبير ما يخافش. إحنا عجب المعرفة ما عليه. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضاري السادس بولاية بسكرة من تفكيك شبكة سرية مختصة في صناعة الأسلحة التقليدية والتجارة وملتزماتها، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة. مراسلة عيسى شروف. تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية بسكرة ممثلة في الأمن الحضاري السادس من تفكيك ورشة سرية مختصة في الاتجار وصناعة الأسلحة النارية تقليدية الصنع. العملية جاءت بعد تحصل المصلحة على معلومات تفيد عن وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل، وبالاستغلال الجيد لهذه المعلومات والتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش هذا المنزل الذي عطر بداخله على مجموعة من الأسلحة النارية تقليدية الصنع مختلفة الأصناف، بالإضافة إلى مواد ووسائل مستعملة في عملية التصنيع، مع توقيف 4 أشخاص تقدر أعمارهم ما بين 25 سنة و50 سنة. الموقوفون أنجز ضدهم ملف جزائي بموضوع إنشاء ورشة سرية لغرض الصناعة والمتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. حيازت أسلحة نارية وذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا على أن يحالوا لاحقا أمام العدالة. تزامنا مع الذكرى 61 لمظاهرات الشعب، نظمت دار الثقافة حسن الحسني لولاية المدية بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي الملتقى الوطني للأدب الشعبي بحضور أزيد من 20 مشارك ومشاركة من مختلف ربوع الوطن، أين استمع الحضور بأجمل وأروع القصائد للشعراء المشاركين. ليبقى الهدف الأسمى للملتقى يتمثل في فتح المجال للتواصل والاحتكاك الأدبي وتبادل التجارب والخبرات. مراسلة محمد مخلوفي. بمناسبة ذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، نظمت دار الثقافة حسن الحسني الملتقى الوطني للأدب الشعبي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي وبحضور مجموعة من الشعراء من مختلف ولايات الوطن. هذا الملتقى يندرج ضمن البرنامج الثقافي السنوي لدار الثقافة، وذلك لإحياء مثل هذه المناسبات وتبليغها للأجيال وتنشيط الساحة الثقافية ككل. طبعا اليوم في احتفالية 11 ديسمبر وكعادتنا وشراكتنا مع دار الثقافة حسن الحسني بالمدية والجمعية الجزائرية للأدب الشعبي،
دائما نحتفي بالأعياد الوطنية هنا في دار الثقافة بمشاركة العديد من الأسماء الوطنية من شعراء شعبيين بارزين على الساحة كذلك الوطنية والعربية والدكاترة الباحثين ليدخلوا حول محور الملتقى العام اللي هو 11 ديسمبر في عيون الشعر الشعبي الوطني. الحمد لله هذا العام أو في هذا الملتقى حضرت معنا قرابة 30 ولاية من مختلف أنحاء الوطن وهم من نشطاء الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي. إن شاء الله عندنا ملتقيات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله وألف شكر. الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي وجميع المساهمين وهذا الملتقى فرصة للشعراء للاحتكاك وللتعارف وكذا لإلقاء قصائد يعني شعرية في الثورة الجزائرية بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر المجيدة. نقول تاريخ الأبطال منقوش مذهب وثورتنا شيعة في القطار والاستقلال معناها مكسب والحرية ضحوا عليها الأحرار حب الوطن ساكن في القلب وفي جيل وهنة العمار شهداء نالوا خيار المرتب شهداء نالوا خيار المرتب. الموعد كان أمس على مستوى قاعة السنية بوهران مع إجراء فعاليات البطولة الولائية لرياضة الموايتاي في صنفي الأوساط والأكابر من تنظيم الرابطة الولائية للفول كونتاكت والكينج بوكسينج وبإشراف من مديرية الشباب والرياضة، حيث عرفت المنافسة التي تعد تصفوية للبطولة الوطنية المزمع تنظيمها في أواخر الشهر الحالي بالعاصمة مشاركة 11 ناديا من الولاية لتحضير 12 مصارعا يمثلون وهران في البطولة المقبلة. تغطية شرقي يوسف. زي أبهلول سامير مدرب الكيك بوكسين والمواي تاي. الحمد لله اليوم رانا في مشاركة بطولة ولائية لتحضيرات بطولة الوطنية إن شاء الله في أقرب وقت الشهر الجاي إن شاء الله. ونشكر ولاية وهران على المستوى اللي راه كاين الحمد لله مستوى شباب وديفلوباج راه يطلع بشوية بشوية. ونشكر ولاية وهران ونشكر المدرب بالحاج قاسم نوردين والبريزيدون تاعنا غانم نوردين رئيس رابطة المواي تاي كيك بوكسين. ورانا الحمد لله بكل امكانيات تاع اللي راهي حاضره راكم تشوفوا بعينيكم نوصلوا لبعيد. محمد رئيس الرابطة الولائية لولاية وهران للكيك بوكسين والمواي تاي والفول كونتاكت وما شابه. رانا اليوم قمنا ب بتصفيات البطولة الولائية وإن شاء الله نكونوا في النهائيات إن شاء الله لهذا لأبطال للنخبة الولائية لولاية وهران في المواي تاي وهذا يعني تحضيرا للبطولة الوطنية إن شاء الله التي ستقام يوم 29 ديسمبر إن شاء الله من هذا الشهر بالجزائر العاصمة إن شاء الله. ويعني الحضور كان يعني مشرف. حضرت معنا اليوم عندنا 11 نادي من الاسم الكريم عاجين احمد رئيس لجنه التحكيم لولايه وهران لرابطه كيك بوكسينغ. اليوم رانا في بطوله ولائيه اللي عليها تصفيات كاليفيكاسيون شامبيون دالجيري ان شاء الله اللي راه جايه في اواخر شهر ديسمبر ان شاء الله باذن الله. رانا في بطوله ولائيه اللي اليوم رانا باش نحضروا ديزاتلات نخرجوا منها 12 واحد باش يشاركوا في البطوله الوطنيه اللي راهي جايه في اواخر الشهر هذا ديسمبر. هذه بطوله ولائيه في اختصاص البوكس تاي وانا كرئيس لجنه التحكيم راني مع لي زاربي تاعنا هنا اللي راكم تشوفوا فيهم راهم هادو دي زاربي دي ستاجير. قمنا ستاج حوالي شهر وحنا نديرهم ستاج تيوريك براتيك وكل بطولات ولائيه اللي راهي تمر راهم توجور في لي ستاج باش نحضروهم ان شاء الله البطوله الوطنيه اللي راهي جايين وكاين في المحافل الدوليه اللي غادي تقام هنا ان شاء الله في مدينه وهران باذن الله. المسالين فيما يخص المباراه الحمد لله كان فيها مستوى مليح ما شاء الله مازال عندنا في الغرب بزاف تطورات ما شاء الله من الخصم الله يبارك ونحن نطمحوا ان شاء الله شامبيون دالجيري وشامبيون دافريك نفرحوا بلادنا.
الحمد لله اليوم كانت بطولة ولائية في القمة في التنظيم ما شاء الله، وطاقم الطبي دائما حاضر في الشامبيونة ولاية، والحمد لله ما كان لا بليسير لا والو، ان شاء الله نتمنوا النجاح. نظمت مديرية التربية لولاية تبسة يوم أمس بمتوسطة فرانس فانو وبالتنسيق مع المكتب الولائي لجمعية صناع الأمل احتفالية بمناسبة الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر وبحضور الأسرة الثورية وبعض المدعوين، أين تم تقديم عروض ونشاطات تمجد محتوى الذكرى. تغطية الوردي أمبركة. ارتأت مديرية التربية أنها تقوم بحفل على شرف أبائنا المجاهدين وكذلك أبناء الشهداء. اليوم قمنا بهذه المبادرة كذلك بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، من بينهم جمعية صناع الأمل اللي اليوم رايحين نكرموا عدة منتسبي قطاع التربية اللي خرجوا التقاعد. اليوم نذكر اليوم مع أبنائنا التلاميذ بذكرى 61 لمجازر المظاهرات تاع 11 ديسمبر، وكذلك وضحنا بعملية انطلاق اليوم عملية التلقيح اللي كانت إن شاء الله تكون انطلاقة واسعة عبر الولاية لتلقيح منتسبي قطاع التربية، وذلك حسب توصيات معالي وزير التربية وكذلك ولي الولاية اللي كانت فيه اجتماع تنسيقي مع مديرية الصحة، وكانت من خلاله دعوة لوحدات الكشف والمتابعة 25 اللي منتشرة عبر الولاية. حظيت بتكريمي من طرف الجهة المنظمة لهذا التكريم باعتباري مؤلف، بحيث أنني أصدرت 14 تأليف منها في مادة علوم الطبيعة والحياة ومجموعة شعرية الأولى، ونشكر المنظمين. ذكرى 11 ديسمبر لن تمر مرور الكرام. بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية تبسة شاركنا بالشيء الذي نستطيع من أجل تكريم مجموعة من أساتذتنا الكرام والذين قدموا مشوار طيب في مشوارهم المهني. مشروعي يتمثل في مسجد اسميته عبد الرحمن بن عوف، الربط المتعمد فيه والربط المختلط يتكون من 4 مصابيح لإضاءة المحيط بالحديقة، مصباحين لإضاءة المآذن، مصباحين لإضاءة المصلى، ومصباحين لإضاءة حديقة المسجد. في إطار تعزيز الحملة الإعلامية الخاصة بالتدابير الاستثنائية التي أقرتها الدولة بموجب الأمر الرئاسي رقم 1221، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء وكالة سيدي بالعباس أبوابا مفتوحة لفائدة أرباب العمل والمستخدمين المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي وبمشاركة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري لولاية سيدي بالعباس. تغطية لحسن هاشمي وبالحاج فرحات. السيدة والهاصة الهادية مكلفة بالإصغاء والاتصال على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة سيدي بالعباس في إطار مواصلة الحملة الإعلامية والتأسيسية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي بموجب الأمر الرئاسي رقم 1221 مؤلف 25 أوت 2021. اليوم موعدنا مع أبواب المفتوحة المنظمة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر لسوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر وهي مستمرة إلى غاية 16 ديسمبر 2021. حتى تم اختيار مكان التظاهر ساحة أول موظف، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أرباب العمل والترويج التعريف أيضا للتدابير الاستثنائية المقررة لفائدة أرباب العمل. من قامت به الوكالة أيضا الأبواب مفتوحة، أبواب الوكالة مفتوحة كل يوم سبت ذلك إلى غاية 31 جانفي 2022 بصفة استثنائية. فمن هذا المنبر
نجدوا الدعوه فيما يخص ارباب العمل، ونقول لهم باللي يتفضلوا الابواب المفتوحه تاعنا من اجل الاستفسار فيما يخص هذه التدابير الاستثنائيه. هناك اعوان راهم ينشطوا هذا الجناح الخاص بنا، ولضمان ايضا المرافقه من خلال هذا الامر الرئاسي الذي هو يسري الى غايه 31 جانفي 2012. تميزت المراسم الاحتفالية بدار الضيافة بولاية تيتسمسيلت بتوزيع حصة 49 إعانة ريفية لفائدة مواطنين من بلديتي لرجام وبرج بنعامة، والذين أبدوا فرحة كبيرة بعد تسليمهم لمقررات الاستفادة من هذه الحصة السكنية. وكانت المناسبة لتكريم العداء المتألقة في بطولة الناشئين للألعاب القوى التي احتضنتها تونس قبل أيام، قد لينا ماريا رفقة مدربها ضيف الله عبد الحميد المعروف بمدرب الفئات الصغرى والوسطى. تغطية حياة كزوز. بسم الله، وشكر السيد الوالي وشكر السيدة السلطة المحلية والعسكرية على هذا التسليم اللي تاع رخصة البناء اللي كنا نستناه في مدة 4 سنوات، وهذا شرف لنا وشرف كل جميع الناس اللي لحضر هذا الملتقى المجتمع، وشكرا. والدولية وكذا في الرياضة المدرسية. السلام عليكم. نشكر سيد الوالي والسلطة المحلية على مدير الشبيبة والرياضة على هذا التكريم اللي راح يرفع من معنوية البنت لينا ماريا باش تواصل وتزيد تواصل في وتكثر مجهوداتها في المسابقات القادمة إن شاء الله. كانت كاينة تحويزات ولا تشجيعات من طرف الإمكانيات المادية؟ ما نكذبش عليك، ما كانتش 100% الإمكانيات. احنا الإمكانيات اللي كانت كاينة هي إمكانية المدرب، يعني التعب تاعو، التقنية تاعو اللي كان يمدها لها في الصطاد، وكاين ثاني يعني نشكر ثاني مدير المراكب الرياضي اللي وفر لها الصطاد وكل المرافق باش تقدر تكمل التمرين تاعها في أعلى مستوى. من جهة أخرى نطلب ثاني مدير تربية، عندي نداء مدير تربية، هذه راهي غير اسمها رياضة النخبة، عندها ديستاج، عندها هذه المسابقات أشاك فا راهي تضيع دروسها، نطلب باش يكون عندها يدوها اون شارج في الدروس تاعها اللي تضيعهم من طرف المعلمين تاعها. هذه إن شاء الله بربي إن شاء الله. نشكر كل من والي ولاية تيتسمسيلت ومدير شباب الرياضة لولاية تيتسمسيلت سيد كامل محروق على هذا التكريم، وإن شاء الله يابي نكون على أحسن مستوى ونمثل ولاية تيتسمسيلت ونرفعها في أعلى المراتب الوطنية والدولية إن شاء الله. ظروف قاسية يعيشها الأطفال في مقتبل العمر الذي يدفعهم للتخلي عن الدراسة والتوجه إلى الشوارع لكسب قوت عيشهم، وهذا الواقع المظلم ظل يطرح تساؤلات في كل مرة عن أسباب انتشار هذه الظاهرة. لنتابع المزيد في سياق التقرير لقريش كوثر. ظروف قاهرة أدت بأطفال صغار للعمل في سن مبكرة من أجل كسب لقمة عيش عوض أن يمدوا يدهم للمارة، تركوا مقاعد الدراسة وتحملوا مسؤولية أكبر منهم ومارسوا أعمالا شاقة كالكبار، حيث أنهم يتنقلون من مكان إلى مكان آخر في الحافلات وعلى حافة الطرقات لساعات طويلة دفعت بهم للمخاطرة بحياتهم. تحدوا الفقر والصعاب رغم القمع والاستغلال المتعرضين له، إلا أنهم سعوا لتأمين القوت ناسين راحتهم وطفولتهم الضائعة، فلا أحد يرحم هذه البراءة أو يشفق عليهم. فالفقر والحرمان جعل منهم رجالا قبل الوقت رغم المعيشة الصعبة الملقاة على عاتقهم. بعد انتشار هذه الظاهرة بكثرة جعل الكثير في حيرة من أمره، يتساءل عن موقف المجتمع من عمالة الأطفال. أمه ما يخدمش هو صغير، مي الظروف الاجتماعية توصلك باش تخدم أختي. احنا جزنا عليها، كنا نقراو كنا نخدمو كنا نساكريفي، كل واحد وكيفاش. كاين اللي ناض لقاها وجده عنده الخير، وكاين اللي الله غالب باباه يحليله لازم يخدم باش يعاون الدار، كاين اللي ما عندوش بابا يولي يتخلى على القرايه ويتخلى على المستقبل تاعو ويروح المستقبل واحد اخر كامل مجهول كابابل هذيك الخدمه. صح بالك تعاونو صح دخلوا عفايس بزاف عيانين، اذا ما كانش تما تربيه مليحه ولا ما كانش طالع فون فيرمو ولا مجتمع مليح راح يفسد. وحنا رانا نشوفوا الافات الاجتماعيه هذه وشنو السبب تاعها؟ الفقر والظروف الاجتماعيه هي اللي تخرج لك هذه الافات، تخرج لك واحد يسرق واحد يسكر واحد يدير ياغريسي واحد كذا. مي نورمالمون
طفل في سن صغير يقرا. الحاله العائليه تاعهم اللي تسمح لهم باش يبطل القرايه ويخرج يخدم على والده، تلقاه صغير في اللاج اللي ما تسناش تشوف هذا مسكين يخدم على دارهم وكامل. بون كيما نقول انا نشوفهم كامل، انا واحد من الناس كي كنت صغير كنت نخدم ونقرا، ماشي تما نخدم خرجت من القرايه، كنت شويه بريكول شويه قرايه، المهم شغل نرفد الدار هذا ما كان. خدم صغر وما يقراش مصيبه كبيره. قال الله في كتابه نون والقلم وما يسطرون، نون حرف والقلم اداه كتابه والسطر، يعني انسان باش يولي العالم باش الولد لازم يتعلم ويروح المدرسه، يروح التحضيري، يروح مدرسه القران ويروح التحضيري، يروح السنه الاولى ويخرج الجامعه. بصح الولد مصغر ويخدم مصيبه كبيره. علاه؟ ربي قال في كتابه الكريم انما يخشى الله من عباده العلماء. ويبقى الامر على عاتق السلطات المعنيه من اجل التدخل لايجاد حل لمحاربه هذه الظاهره والحد منها. عرفت تجربة الاستثمار في إنتاج التمور ببلدية عين بويحيى بولاية عين الدفلة نجاحا باهرا، حيث أثبت صاحب الفكرة عبد القادر قرياط نجاعة المشروع الضامن لتوفير مادة التمر ذات الوفرة والنوعية في المناطق الجبلية والداخلية، وهو يطالب السلطات المحلية لمساعدته على توسيع نشاطه الاستثماري. تغطية الحاج مزكو ومراد دلوسي. هي تجربة استثمارية أتت أكلها وأثبتت نجاعتها. الأمر يتعلق بمشروع إنتاج التمور ببلدية عين بويحيى في ولاية عين الدفلة. النخلة هذه متواجدة يعني بالبيان، يعني متواجدة قبل دخول المستعمر الفرنساوي هنايا، يعني غرسوها إما الفاتحين أو الأتراك. في 2006 كنت نعمل في مجال البناء في عين الدفلة، معنا واحد الأخ من بسكرة أعطاني كيفاش نلقح النخلة، وكان عندي ذكر من الصدف الغريبة، يعني خرج لي عندي ذكر، بذاك الذكر يعني وليت نلقح في التمور. فكانت من 2006 من ناحية تذبذب المناخ، مرة سخانة مرة برودة، فكانت في كل سنة تعطيني الإنتاج. صاحب التجربة عبد القادر قراط يؤكد على وجود عديد الأنواع من التمور بكميات وفيرة ونوعية جيدة، وهو يطالب بدعم واحتضان السلطات لمشروعه الضامن لتصدير التمور لو قبلت فكرة توسعة تجربته الاستثمارية الرائدة. العجوة مكة المكرمة راهي ناجحة، عندنا دقلة نور، عندنا فصائل واحدة أخرى، والدولة ثاني كي نزيد تعاوننا بخبارة وزيد لنا فصائل واحدة أخرى اللي تنبت هنا. هذه مستثمرة محل تجربة ورانا قايمين بها، ولازم على السلطات المعنية باش تعاوننا ودعمنا باش نستثمروا في هذا المجال تاع التمور. ولو كان يعني دعمنا الدولة يعني تأكيد، يعني بالتأكيد رانا رايحين نصدروا التمور ونتغلبوا الأزمة، نخرجوا من الأزمة 100%. نطلب من سيد مدير الفلاحة الولائية وسيد الوالي والسلطة المحلية يعطوا السيد هذا يد المساعدة يستثمر، لعل وعسى تكون عندنا يعني من المستقبل، يعني البترول راه يزول وهذه مادة مش زائلة، ويعني تكون يد العاملة ويكون نجاح ان شاء الله في الاستثمار نتاعو. وانا لحسن ما شفت انواع التمور يعني مجال استثماري ناجح 100%. ولعل نجاح مشروع انتاج انواع مختلفه من التمور في مناطق جبليه وداخليه قد يخفف الضغط على مناطق الانتاج بصحرائنا الشاسعه، ويجسد ضمانات الوفره لتمورنا الجزائريه. أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضاً طفيفة إلى أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية. وأشار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية إلى أن معطياتها غير مكتملة، كما أن حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل من مناطق منظمة الصحة العالمية. وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن نسخة أوميكرون لفيروس كورونا المسبب للعدوى كوفيد-19 يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم، ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب،
وإنما كذلك في المملكة المتحدة أقول، حيث تسود أيضا المتحورة دلتا، كما توقعت المنظمة أن تتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي. وكشف التقرير أيضا أنه على الرغم من أن البيانات لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض التي تسببه المتحور أوميكرون، إلى أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو خفيفة أو معتدلة في كل من جنوب إفريقيا، حيث ظهرت للمرة الأولى وفي أوروبا. وفي شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19، فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحورة أوميكرون تشير إلى أن انخفاض في الفعالية فيما يتعلق بالحماية من الإصابة والعدوى. وبالمختصرات الدولية مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل يستقبل سفير قطر لدى الجزائر. الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن يشرف على افتتاح الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يستعرض مع المدير العام لمنظمة العمل العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. دوليا، منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتشار أوميكرون وخطورته على اللقاحات. إلى هنا نشرتنا تمت، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.